عليكم ورحمه الله وبركاته. بحالكم شباب؟ شو اخبار طيبين؟ واتساب جايز، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه والسلامه يا رب. طبعا يا جماعه هذا الفيديو حيكون برعايه واتساب جايز، امير حيسوي الفيديو هذا كامل. عندي خبر جميل لكم انه ان شاء الله باذن الله خلاص قربت اخلص تصوير البرنامج هذا، ان شاء الله قريبا حرجع جده ونعمل فيديو المليون. شكرا لدعمكم المتواصل، وخلينا نعرفكم على بعض الفريق. هنا سالم الله يعطيه العافيه، محمد نايم، وحمزه ومحمد، هذول الاثنين المخرج ومساعد المخرج. قولوا باي. صباح الخير. صباح الخير. احنا الان موجودين في ابها وخلص باقي شويه ونخلص البرنامج. دعواتكم التوفيق. يلا سيبكم مع امير. امير عمل فيديو مره حلو ان شاء الله يعجبكم. يلا ديري قبل ما نبدا اي حاجه، عارف جبت العيد في نفسي، تبوا تحشوني حشوني كم حش، ها لا تزودوها. هذا اول شيء، وثاني شيء شكرا انكم وصلتونا مليون مشترك. قررت يا جماعه اسوي فيديو عباره عن حلقه، كل شيء حلقه من بدايه الفيديو، يعني من بعد المقطع هذا الى نهايه الفيديو كل شيء حيكون حلقه. فكتبت في السناب عندي اللي يشوف انه في محل حلقه يستحق يتصور لو سمحتوا ادخلوا واكتبوا لي. فمن اختياراتكم انتوا اخترت المحلات وحروح اصورها الان. فاذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه، ولا تنسى اللايك، واذا ما انت مفعل زر التنبيهات الان فعل زر التنبيهات، وخلينا نروح نحلل. يلا طيب يا جماعه حنروح دحين اول مكان اللي هو دار زيد من اختياركم، وطبعا هذا شيء محبب لي جدا. فيلا خلينا نروح ناكل حلا يا حبيبي. ايش حلا يا ولد؟ باجي معاك. يلا روح. مويد ابوي ايش في؟ وين فين طلعت لي انت؟ ابا اكل حلا. يبوي انت تاكل حلا؟ شوف كيف شكلك يا عمي، روح. طيب والله اكلك واكل الحلا كمان. ايه امشي، ابا اكل حلا انا. يبقى اكل حلا، خلينا نروح اوريك. اول مكان دار زيت، نحن قادمون ايها البانكيك. يلا حبيبي انت جاي تحلي معايا، خلاص اجي جاي تحلي. ابغى كل انواع الحلا. خلاص يا اخي انت معايا، خلاص تشبع وخلاص. والله يا جماعه احنا جينا الصراحه بس عشان البانكيك ده، لكن فجاه لقينا الطاره تعبت، فجاه هرجه قلبت من شيء نجربه الى ضرب صراحه. ففي جاهز صراحه للضرب يعني. والله الايس كريم هذا ما ومع الكوكيز ما ادري صراحه، حدوق اللي ما اعرفه. انا صراحه مدمن على الشيء ده، بس اليوم حدوق اللي ما اعرفه. انا صراحه ما قد جربت ولا واحد فيهم. جرب ده صراحه. انا حجرب اللي ما جرب. انت ما قد جربت ولا شيء صح؟ اي جرب ده هذا اول شيء. جرب ده يا ولد، لازم تاخذ حلاوه حقيقيه. هذا حلاوه ايه توست. ايش ما اقول لك؟ ليه حاطين توست فوق البانكيك؟ يلا روح. 3 2 1. خلي المشاعر تتعمق. مرة جيد بالله من جد، والله مرة جيد. عجبني الايس كريم البيستاشيو مع الكوكيز اكثر من الفانيلا مع الكوكيز، والله هذا مرة جيد. ميت
قهوه يلا نروح المكان الثاني. دقيقه بس شوي بس. يلا سلام. وي مؤيد غلق وعاد ما يكمل اليوم. عاد لسه حالا نبغى. ما شاء الله مهيد ما كنت اعرف صراحه انك تضرب زي كذا. يلا يلا بجرب. انا حاخذ اول واحده. ايوه انا الابيض اديك كرايب صراحه بصراحه. جيد يا عيال اسولكم. خلاص 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 شالت المجروحه. ما جرب جرب يلا. مايد مايد حبيبي لسه في محل لسه في محل مايد لسه في محل يا اخي مايد. خلاص يا امير انا ماني قادر بطني فل اكلنا مره كثير يا اخي. بس انا هيك كل احد كتب لي في السناب عنده اشياء مره رهيبه وهو الطباخ يطبخ بنفسه يعني مره جيد. ايوه يقولوا اخر محل. بس انا ما عمري جربته ترى زي زيك. حمستني صراحه. يلا امشي يلا صراحة أنا سمعت عنك أشياء مرة رهيبة. كشاعات؟ والله ما أدري كثير كتبوا لي في سناب هناي مرة كويس. طيب كويس الحمد لله. نبغى ندوق أشياء طعمة لو سمحت. طيب يلا جرب. هذا دخن كراميل وهذا تمر وقهوة عربي. بلا جرب. مرة جيد. بلا يا أخي لا تجامل مو عشان نشوف ورانا. لا جيد جيد. هذا تمر تمر وقهوة عربي. إيه. تفوز. لا أنا بالنسبة لي تفوز. والله إيه التمر والقهوة العربي. يلا ادينا رايك. يا قوام حقه رهيب. احسه خفيف. والله ما اعرف ايش معنى الكلمه ايش قوام. انت مالك في الاكل. انت مالك في الاكل. انت مالك في الاكل خلاص مالك. اوكي قوام يلا ايش بها القوام. قوام رهيب. اي احسن ادينا رايك اي تفوز دا ولا دا. بس 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 امير 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 يا امير دقيقه لا خلصوا يا اخي. وكذا يا جماعه انكم غلقنا فيديو اليوم والله خير الحمد لله. اذا عندكم محلات حلا فاكتبوا تحت اسم المحلات. اذا عجبكم الفيديو يا جماعه لا تنسوا تسووا لايك ودعمونا وانشروا هذا الفيديو. واللي مو مشترك في القناه يشترك في القناه وفعل زر التنبيهات. كان معاكم امير مؤيد من قناه لحظه.